مخيم الرباط والصمود، حيث تصبح الخيمة وطنا ويقتل الحلم على عتبات حضارة القرن الحادي والعشرين. أكثر من 60 خيمة تحكي قصة آلاف العائلات المقدسية وتجهر بآلام السنين الغابرة. خيمة الماضي واليوم عبر 50 عاما لم تتغير، والوجع يزداد اتساعا. على مشارف الجرح تبقى هي واقفة هناك، وجها للشمس، مرآة للضياء، جسرا للراحلين بلا انتهاء. من بين صخورها تقرأ أبجدية الأرض وأرقام الحضارة، وفي شهيق أنفاسها تشتم أريج الصبر ورفعة العطاء. كل نبض فيها، كل همس، كل ذرة تراب، كل سكنات ساكنيها تؤكد أن التاريخ لا يسرق، وأن الحقيقة لا تزور، وأنها سوف تبقى. القدس وعد السماء. التاريخ هنا حكاية متصلة، 5000 عام مذ سكنها اليبوسيون، ثم توالى عليها أهلها من بطون كنعان ذوي النسب العربي، فكانت لهم وكانوا لها. أعطتهم السكينة والأمان، فمنحوها الحضارة والفنون، فردت عليهم سيلا من الخير والبركة، وكانت شجرة الزيتون رمز حب وعنوان امتنان. وعلى مدى هذه السنوات تعرضت لأكثر من 25 غزوة، تجاوزتها كلها، وبقيت هي وأهلها الطيبون معلم تاريخ وحضارة إنسان. هي مدينة ليست ككل المدن، فهنا وجه آخر للمكان، وهنا ثمة جسر يصل الأرض بالسماء، وهنا ثمة نهر متدفق من الطهر، ونور مسافر في قلوب العاشقين يلقي بظلاله على الحجارة والمساكن والأسماء. هنا ومن جبل المكبر عام 636 للميلاد أطلق الخليفة عمر بن الخطاب تكبيرته التاريخية، حين تراءت له المدينة المقدسة، تسلم مفاتيحها، وسلم البشرية جمعاء عهدة عمرية ما زال التاريخ مسكونا بوهج حروفها وإنسانية طروحاتها. العهدة العمرية في داخل كنائسها. عندما يرفض سيدنا عمر حتى نصلي في الكنيسة في ذلك اليوم، إنه يرسم للعالم كيف يمكن أن تتعامل الأديان مع بعضها البعض. وعاشت المدينة المقدسة في ظل العهد الإسلامي، أوج تقدمها الحضاري وتألق تفاعلها الإنساني. كيف لا، وفاتحها الأول وسيدها الأصيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ولا ما أصابهم من اللأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الأقصى أو الحرم القدسي الشريف تبلغ مساحته 146 دنما، وهو كل المنطقة الواقعة ضمن أسوار المسجد الأقصى المبارك، وفيه عدة ممرات وأروقة أنشأها الملوك والولاة، وعدة سبل ماء
أشهرها سبيل قايتباي، وما يزيد على 25 بئر ماء عذبة. هذا هو المسجد الأقصى الذي اختطه الخليفة عمر بن الخطاب وشرع ببنائه في شكله الحالي الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتم البناء ابنه الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 705 ميلادي. وكان قديما يسرج ب1700 قنديل، ومن لم يأت الأقصى فليبعث له بزيت يسرج في قناديله. هنا رائعة القباب العالمية، مسجد قبة الصخرة المشرفة، الذي أجمع المؤرخون على أنه أجمل الأبنية على وجه البسيطة. أشرف على بنائه المهندسان الفلسطينيان رجاء بن حياة الكندي من بيسان، ويزيد بن سلام من القدس، وكان ذلك عام 691 للميلاد في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، حيث كان الميزان شعار الدولة الأموية حجر الأساس، ونقشت يد الإبداع سورة ياسين قلب القرآن الكريم على قلب فلسطين النابض بالتوحيد على مدى الأزمان. للحرم الشريف 10 أبواب، كما لمدينة القدس ما يسمى حديثا بالبلدة القديمة 7 أبواب، علاوة على بعض الأبواب المغلقة للحرم وللمدينة. تعرضت أسوار المدينة التاريخية للهدم أكثر من 17 مرة، وسرعان ما كانت تنتصب من جديد. آخر ترميم لها كان في عهد السلطان سليمان القانوني عام 1536 للميلاد، وتحيط بها 4 مآذن شاهقة و34 برجا. هنا وفي كل شبر وفي كل زاوية بركة ورفعة وجمال، مآذن تحتفي بنشيد السماء، قباب تسافر عبر ممرات الارتقاء، محاريب لا تشير بوصلتها إلا إلى الطهر، ومصاطب تعانق ذكر الأوفياء. علموا وبينوا واعتكف فيها خلق كثير، وهم يعلمون بركة الأقصى وبركة العلم في الأقصى. إن الأقصى يحتاج إلى أيدي متطهرة وطاهرة عزيزة كريمة، لا يحتاج إلى أيدي ملوثة ملطخة بالدماء نجسة.